Monsieur le Président Sissi, السيد الرئيس السيسي, اسمحوا لي أن أشكركم بشدة على هذه المبادرة ولقراركم لاستضافة كل هذه الدول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كممثل عن الغرب. بالطبع إن الكيان كيان الاتحاد الأوروبي قد أنشئ عقب حربين عالميتين, وإن الشجاعة والمسؤولية الدولية هي التي مكنتنا من إقامة هذا الكيان. واسمحوا لي أن أقرأ لكم المادة الثالثة للقانون المؤسس للاتحاد الأوروبي, إن التضامن وحفظ السلام وحفظ حقوق الإنسان وخصوصا حقوق الطفل والالتزام الكامل للقانون الدولي وحقوق الدول في تقرير مصيرها, كل هذا تضمن في المادة الثالثة للقانون المؤسس للاتحاد الأوروبي. وهذه هي الطريقة المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي أمام أي أزمة, وهذا ما يجب أن نتبناه, وهذا بالطبع ملهم لنا في ما يتعلق بموقفنا, موقف الاتحاد الأوروبي حيال ما نراه ونشهده هذه الأيام. إن الهجوم الإرهابي الذي قامت به حماس ضد إسرائيل وشعبها هو بالطبع نحن نشجبه وندينه للغاية, ويجب أن نحشد كافة الجهود للوساطة في هذا الصراع ولكي نوقف هذا الصراع, ويجب علينا بالطبع أن نسلك كل المسالك الممكنة لكي نحمي المدنيين وخصوصا الأطفال. ونحن نؤكد بالطبع على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها, ولكن ذلك يجب أن يكون ضمن إطار القانون الدولي. لقد مكنتنا سيدي الرئيس من الاجتماع اليوم حول مائدة واحدة لكي نتناقش فيما يمكننا فعله أمام هذه الفئات المهمشة الضعيفة المستضعفة, وأؤكد أنه يجب أن نكفل لهم حقهم في المساعدات الإنسانية, الماء والوقود والغذاء والدواء. وأعتقد أننا سوف من الضروري بالطبع أن نتعاون مع السلطات المصرية لكي نمكن الشعب الفلسطيني من الوصول إلى هذه المساعدات. وأود أن أؤكد أيضا على حرص الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود, جهود إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. هذه هي مسؤوليتنا أن نعمل بجهود متضافرة لكي نتجنب انتشار هذا الصراع, أن نحتويه وأن نجد حلول مشتركة, وأعتقد أن هذا هو الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع. والنقطة الثالثة التي أود أن أطرحها عليكم أيها السيدات والسادة هو ضرورة بذل كافة الجهود من أجل أن يكون هناك حل مستدام, حل للدولتين, وهي بالطبع المبادرة التي تمثلها معظم الدول هنا. هذه المبادرة التي جمعت دول عدة, كل الدول هنا يجب أن تدعم أيضا السلطة الفلسطينية التي تمثل الطموحات والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني. بالطبع نحن الآن في سياق يعاني فيه الفلسطينيون من صعوبات عدة ومعاناة جسيمة وانقسامات وتوترات, ومسؤوليتنا كمجتمع دولي هو أن نتضافر ونحاول أن نرسي السلام والاستقرار في المنطقة.
وأن نتمسك بالطبع بهذه القيم وباحترام القانون الدولي. وأشكركم جميعا في نهاية كلمتي.